صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندي أرض أعدت للبيع ولها قرابة 4 سنوات ولم أزكي لكثرة الديون، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان ما عندك ما تدفعه زكاة عن هذه الأرض، تسجل الزكاة كل سنة، تسجل ما يجب فيها من الزكاة كل سنة عندك في دفتر، ويكون دينا في ذمتك إذا استطعت تسدده. نعم.